الله الرحيم. مرحبا بكم أول شيء. مقابلة كما كان متوقع باش تكون مقابلة صعيبة، سيختو جات بعد دو ماتش حطينا فيهم برشا طاقة، بركان في بركان وضد الجيش. ثالث مقابلة على التوالي، كنا جايين بفكر واحد هو الانتصار ولا غير الانتصار، وشفناه في لونتان دي ماتش، شفناه في الدومينياسيون، شفناه في البوسيون دو لابال، شفناه في سيرتو لي سيتياسيون اللي جاونا في الميطان الاول. نقول اللي كانوا ضيعنا نقطتين سيرتو على مستوى الشوط الاولاني اللي كنا مطالبين باش ناخذوا الاسبقيه على مستوى 1-0 وبعد يولي ماتش اخر. دوزيام ميطان كيف كيف مع ان ادفرسير اختار اللي كانوا يستنانا، اختار يسكر الملف الكل ويعمل دي كونتر. كنا مطالبين باش نحلوا البلوك هذاك برشا صبر وبرشا ريتم. ما زغليناش لي بالارتي كيما يلزم، الوضعيات اللي جاتنا ما عرفناش كيفاش نزغلوهم، سيختو بعد ان بريسينغ اللي حطينا فيه فور كبير، وكوقتها كنا مطالبين باش نتعداو في التحولات واكثر افيكاسيتي. سي لو سانكيام ماتش، رجع عمل كتر فيكتوار وماتش ميو، كنا نتمناو باش نعملوا 5 سور 5. الاولاد ما خسروش، كل ما عندهم منطقه حطوه، اجتهدوا، اجراوا، عملوا الماكسيموم تاعهم، لكن التوفيق ما كانش. كما قلت لك الفرص الاولانيين جاوا للرجاء، مش الشوط الاولاني، صحيح جات فرصه كبيره الجديده في الشوط الثاني في اخر المقابله، وطبيعي جدا وقت تبدا تعمل ديفونس افونسي، تعمل تلعب باربعه مهاجمين وراهم ريجيسور في وقت من الاوقات تشوف فما مساحات للي كونتر. مي انا كديك اللي كانوا كي ترجع للوضعيات السانحه للتسجيل كانت بنسبه كبيره للرجاء اكثر من جديده. مع نلومو كان انفسنا اللي ما عرفناش كيفاش ننهيو الهجمات هاكم، اي اون ميم طون شفت السيغ باسمون تاع الجوار فريمون مشاو للاقصى. ديما عم نقول ماهوش سهل 5 مقابلات في وقت قصير، الوضعيه هذه على الناس الكل، على الفرق الكل، احنا لازمنا نتعامل معاها كما يلزم. ماتنو نعملوا في الفتره الاخيره في 11 كلين شيت، يعني 11 مقابله من غير الرجاء ما تقبل حتى هدف. وشنو يعني كلين شيت؟ يعني يا باش تعمل 0-0 والا تنتصر. كان اللي ناقصنا هيك البوند ولا ناقصنا هيك الجيست اللي نتاع 5-6 فرص نطلعوا منهم ان بوت، خاطر انا زيرو وتحافظ عليها سي 3 بوان. الهامش تطور وتحسن مازال كبير. تحليل واناليز نتاع الليني نتاعنا سيرتو في الميركاتو هذا نخدموا عليه، اكيد لازم باش تصير تعزيزات. الموسم مازال طويل، المقابله تكون صعب على الفرق الكل، الفرق الكل تنجم تربح كيف كيف، يعني الناس الكل عندها الشانس تاعها باش تكون شامبيونات تري تري سيري، الناس الكل عندها الحظ نتاعها، الرجاء زادك عندها الحظ نتاعها. ما ننساوش اللي تروزيام ولا كاتريام جورني كنا كلاسي 14، اليوم رجعنا بقوة، يوم كونتينيو إن شاء الله البروغريسيون تاعنا إن شاء الله. احنا نجمو كان ربحنا اليوم أون سو كلاس برومي وقتيا، خاطر الزوز الآخرين الزوز فرق قدامنا مازالو لعبوش. جينا بالفكرة باش ناخذو لي 3 بوان، والتوجه والانتشار تاعنا والفكر كله مشى في الاتجاه هذاك. ما توفقناش كما قلت انت، الموسم طويل على عده وجهات، مازالت منافسات تشامبيونز ليغ، مازالت كاس العرش، البطوله العربيه، 15 مقابله رتور، وهذا ما كلش تلعب وقت قصير. انا ما تنجم تنجح كان بالمجموعه. الرجاء سي ماهوش 10 لاعبين، لازم الرجاء 20 لاعب وهذا موجود. الرجاء لازم التركيز كان على العمل وهذا موجود عند اللاعبين. ان شاء الله ربي يوفقنا ونزيد نحقق نتائج افضل ان شاء الله.